قال المفسرون إن الجهاد ليس فرض عين بل هو فرض كفاية، إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال. لا بد أن يخرج طائفة، أن تخرج طائفة وأن تقعد طائفة، فليخرج فريق منهم للجهاد وليقم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحرم، حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المسلمون ما تعلمون من أحكام الشرع. يعني طائفة تخرج للجهاد وطائفة تقيم للعلم وللتفقه، فإذا رجع المجاهدون أخبرهم مقيمون أهل العلم بما تفقهوا من الدين. هذا معنى الآية من قال المفسر لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحفظون. ثم قالوا إن هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم، وأنه على الكفاية، يعني الجهاد فرض كفاية، وطلب العلم لأهل الفتوى فرض كفاية. يعني في طلب العلم اللي هو يحتاج إليه المسلم في عباداته أو عقيدته أو معاملاته، ده فرض عين طبعا على كل مسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. ده اللي هو مش علم الفتوى، لا، ده العلم المعمول به، العلم المعمول به الذي يعمل به كل إنسان، كل إنسان بالغ من ذكر أو أنثى، مش لأجل أن يكون عالما مفتيا، لا، لأجل أن يعمل، لأن ما وجب العمل به وجب العلم به، عشان نفرق بين المثلين. لكن عن طلب العلم عن التفصيل عن كل صغيرة وكبيرة في مسائل العلم، ده فرض كفاية. يعني زي علوم العربية، علم المواريث مثلا، العلوم التي تتعلق بأمر الدنيا كعلم الطب وعلم الهندسة وعلم الزراعة، للإصلاح في الأرض، دي برضه فرض كفاية، فرض كفاية. لأن القرآن قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحفظون. وكذلك قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا أهل الذكر طائفة، طائفة تسأل عما لا يعلم المسلم. إذن فطائفة لا تعلم وطائفة تعلم، فيجب على الطائفة التي لا تعلم أن تسأل الطائفة التي تعلم. لكل هذه أدلة على من طلب العلم على أهل العلم فرض كفاية. وقوله ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، الضمير في التفقه والإنذار هو للمقيمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما اختاره العالمان التابعيان قتادة ومجاهد. على أساس أن الطائفة التي تنفر
تجاهد في سبيل الله. والطائفة التي تقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم تطلب العلم، فإذا رجعت الطائفة المجاهدة أخبرتهم بما تفقهوا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نرى أن المعركة إذا قامت وكانت هجوما من العدو على الوطن، فكل قادر من المسلمين يجب عليه الجهاد رجالا ونساء. في الإمام في الأزهر كان يجي سؤال كده يقول لك متى يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم ذكر أو أنثى؟ الجواب إذا فاز العدو محيلة قوم. لكن أصل الجهاد هو فرض إيه؟ فرض إيه؟ كل قادر من المسلمين يجب عليه الجهاد رجالا ونساء شيبا وشبانا، ولا يصح ان يشغل احد عن المعركه باي شيء، فهي معركه مصير حياه او موت. لكن اذا كان الجهاد فرض كفايه وهناك في الميدان من يستطيعون اداء الواجب فلا يجب على كل قادر ان يخرج، وعلى المسلمين أن يوزعوا أنفسهم على ميادين العمل لأداء ما يجب من علم وإنتاج وعلاج وحراسة وخدمات وغيره. ولولي الأمر أن يعفي بعض الفئات كما تقدم ذكره. ولذلك الآن مثلا الحاكم يأخذ مثلا دفعة وهذا مثلا من الجامعات والمدارس والمعاهد، فهذا له ذلك، ليس حراما عليه ان يعفي جماعه وان يكلف جماعه بالجهاد في سبيل الله على حسب ما يرى. السؤال الذي بعده يقول صاحبه: ما هي الأرض التي هبط عليها ابن آدم؟ ومتى وكيف تم ذلك؟ وهل دفن في الأرض أو في وفي أي مكان من القبر؟ القرآن الكريم لم يقص علينا من أخبار السابقين إلا ما فيه العبرة والعظم فقط، وذلك من أسرار بلاغته التي يراعي فيها مقتضى الحاجة، ولا حاجة إلى سرد التفاصيل والجزئيات التي لا يضر الجهل بها في أمور يعني في العلم جزئية يقال عنها علم لا ينفع وجهل لا يضر. واحد يقول الكلب أهل الكهف من أرمنت ولا من بريطانيا ولا من فرنسا، كان ذكر ولا أنثى، ونبى سليمان كانت ذكر ولا أنثى، كلام يعني، ولون كلب أهل الكهف لونه يرضاني ولا أبيض فأسود ولا أحمر، فتاخد إيه يعني؟ إذا كان أي لون يعني إيه هتاخد؟ كل دي أسئلة يقال عنها إيه؟ علم لا ينفع وجهل لا ينفع، يعني إن علمت لا تزداد شيء، وإن جهلت لا ينقصك شيء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، يعني في كل شيء. حديث الإمام مسلم المؤمن القوي خير محمد
يحرصها عليه. ولا حاجة إلى سرد التفاصيل والجزئيات التي لا يضر الجهل بها، ويترك للناس البحث عنها تنشيطا للفكر وازدياد للثقة. وقد ذكر القرآن بعض قصص الأنبياء والمرسلين، وسلط علينا الأضواء على جوانب منها، حتى مع تكرر ذكر القصة الواحدة، يعني لا يذكرها كلها بالتفصيل، لا، وإنما يسلط الأضواء على بعض الجوانب حتى ولو كرر. الأخبار التي تأتينا عن طريق
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. لكن ما نقطعش، لا نكذب ولا نقطع، وإنما نسكت أو نتوقف، هذا هو التوقف. فلا تصدقوهم ولا تكذبوا. ومما يشاع أنه هبط في مكان وحواء في مكان آخر، سيدنا آدم هبط في مكان، سيدنا حواء هبط في مكان آخر، يعني قالوا أنه هبط في أرض الهند وأن حواء هبطت في جدة من أرض الجزيرة العربية. وبعد بحث وتعب التقيا على جبل عرفات، سميت عرفات بهذا الاسم لتعارف آدم وحواء عليه. قال كما يقال انه دفن في جزيره العرب، وله قبر طوله 60 ذراعا، وقيل انه دفن في حجر سيدنا اسماعيل في الحجر. طب هل كانت الكعبه موجودة في هذا الوقت؟ يعني حينما توفي سيدنا آدم، طب إيه الجمع بين سيدنا إسماعيل؟ لسه سيدنا إسماعيل لم يولد. ممكن يكون دفن بجوار الكعبة، ممكن، لكن برضه مفيش أدلة طبعا جاءت عن طريق الوحي، لأن لابد أن تأتي هذه الأدلة عن طريق الوحي. ليه؟ لبعد الزمان، زمان بعيد، لأنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا إبراهيم ما يقرب من 2000 عام. طيب فما بالك بما بين سيدنا إبراهيم وسيدنا آدم؟ شيء كثير كثير جدا. شوف سيدنا نوح، شوف سيدنا هود، سيدنا صالح، كل ده قبل سيدنا إبراهيم، سيدنا إدريس، كل ده قبل سيدنا إبراهيم، آلاف السنين. فمن الذي نقل هذا الخبر؟ أبدا، خصوصا يعني أعمار الأمم السابقة كانت طويلة، كان الواحد يعيش 500 عام، 1000 عام، 700 عام، احنا اعمارنا تسالنا ما شيء. ولكن كل ذلك لا يدل عليه دليل صحيح، خاصة أن آلاف السنين مرت عليه، آلاف بل مئات الآلاف من السنين مرت عليه. والآثار التي مر عليها أقل من ذلك ما زال كثير منها مجهولا. وبالطبع دفن سيدنا آدم في الأرض بعد موته، لأن قابيل لما قتل أخاه هابيل واحتار في أمره بعث الله له غرابا يبحث في الأرض ليريهم كيف يواجه سوء دفن، يعني علمهم كيفية الدفن في الأرض. فلا شك أن سيدنا آدم دفن في الأرض، وكل ذريته بعده دفنت بهذا التعليم في الأرض. أنا ما كانش عارف يدي فين بعد ما قتلوا، يعني ربنا أرسل له الغراب يعني يقتل أخاه ويبحث في الأرض ويدفن أخاه، فتعلم من الغراب كيف يدفن أخاه. بس ده أصل قصة الدفن في الأرض. فدفنه في حفرة من الأرض، وكان ذلك سنة متبعة في ذريته إلى أن يرث الله الأرض
تارة وكما قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يعني كل ما ثقلت به من الكنوز والموطن. الأرض طبعا تخرج إيه؟ ما في باطنها كما أمرها الله تبارك وتعالى. ولذلك القرآن يعني أخبرنا بالقصة للعزة والعبرة، ففي موطن العزة والعبرة ما قاله الله في سورة طه، قال اهبطا منها جميعا بعضهم عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ده موطن العزة والعبرة، يعني أن الله أهبط آدم إلى الأرض وابتلي أولاده بعداوة الشيطان بعضكم لبعض عدو، بعدين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى الزمن الذي قضاه الله تعالى، ثم بعد ذلك الموت والبعث والجزاء، وبعدين الوحي سوف ينزل وهو الهدى من الله على الذرية، فالذي يتبع هذا الهدى هو الذي لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذا هو موطن إيه؟ موطن العظة والعبرة من قصة سيدنا آدم عليه السلام. لكن أين هبط؟ وأين دفن؟ طبعا هذا يعني علم لا ينفع فكان لا. واحد تاني بعدين بيسأل بيقول ما هي الجنة التي كان بها سيدنا آدم عليه السلام؟ هل هي جنة الخلد أو جنة أخرى؟ طبعا هناك خلاف بين العلماء في الجنة التي أسكن الله فيها سيدنا آدم عليه السلام وأخرجه منها وأخرج إبليس كذلك، هل هي الجنة التي أعدها الله ثوابا للمؤمنين بعد البعث والحساب، أو هي جنة في الدنيا أي بستان من البساتين؟ هي بساتين الدنيا يقال لها إيه؟ جنة، والقرآن أطلق عليها الجنة واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأهلهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل. جاء في المواهب اللدنية للقسطلاني وشرحها للإمام الزرقاني وفي تفسير القرطبي أن جمهور الأشاعرة من أهل السنة قال هي جنة الخلد، بل حكى إجماع أهل السنة عليه أن الجنة التي أهبط منها سيدنا آدم وأخرج هو إبليس هي جنة الخلد، لأن الله قال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. هي لام العهد، لام هنا للعهد يعني الجنة المعلومة، ولا معبود ولا معروف إلا غيره، يعني غير جنة الخلد.
أنك لا تضمر فيها ولا تضحي، وتلك صفة جنة الخلد هي التي لا جوع فيها ولا عرف ولا ضمن ولا حرام. ولقوله تعالى اهبطوا، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، والهبوط يكون من علو الى سفل. دي أدلة جمهور أهل السنة على أن الجنة التي كان فيها سيدنا آدم وأهبط منها إلى الأرض هي جنة الخلد لهذا المسألة. حتى الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ولا يستقيم ذلك في بستان مخلوق على وجه الأرض، يعني هذه الصفات التي ذكرها القرآن لا تنطبق على أي بستان في الأرض مهما كان. ولأن سيدنا موسى في حديث رواه الصحيحين لما لقي آدم عليه السلام وقال له أنت أتعبت ذريتك وأخرجتهم من الجنة، لم ينكر ذلك سيدنا آدم، وإنما قال أتلوموني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق. حتى الحديث فحج آدم موسى فغلب، حج آدم موسى فغلب. ولو كان غيرها لرد على سيدنا موسى. يبقى ده رأي جمهور أهل السنة أنها جنة الخلد. وقيل غير هي غير جنة الخلد، يعني أنها بستان على ربوة العالمين. ده القول الثاني اللي هو مقابل لقول أهل السنة. حكاه المنذر بن سعيد زاعما كثرة الأدلة عليه، وحكاه الماوردي وابن عقيل وابن قطبي والرماني وغيرهم. يعني ايه؟ حكوا هذه الأقوال عن الذين ذهبوا إليها. واختلف القائلون بذلك، فقال بعضهم هي بستان بأرض عدن كما في القطبي، أو بأرض فلسطين، أو بين فارس والقربان كما في البيضاوي. وقال الرازي وابن عقيل ويحمل هؤلاء الهبوط على الانتقال من بقعة إلى بقعة كما في قوله اهبطوا مصرا، يعني انزلوا فيها، يعني انتقلوا من هذا البلد إلى بلد آخر، فأطلق الهبوط على الانتقال من مكان إلى مكان. ده قولي. قل ذلك هي جنة أخرى غير جنة الخلد، هي جنة في السماء السابعة مش في الأرض. قل الثاني يقول في الأرض، الثالث يقول إيه؟ جنة في السماء السابعة، وهو قول أبي هاشم ورواية عن الجبائين المعتزلة. أما كل ده أغلب، يعني أغلب هذا الرأي ينسب للمعتزلة العقلانيين. لما من جنة الخلد طلعوا من العراق مثلا. قال ابن عقيل وهي دعوة بلا دليل، ابن عقيل الحنبلي في السنة، وهي دعوة بلا دليل، فلم يثبت أن في السماء غير بساتين جنة الخلد. يعني إيه اللي ودى بساتين تانية في السماء السابعة
قال هؤلاء الذين يقولون بأنها جنة غير جنة الخلد، جنة الدنيا جعلها الله دار ابتلاء لآدم وحواء، لأن جنة الخلد إنما يدخل إليها يوم القيامة، وهذه دخلت قبله. عايزين يقولوا إن إيه؟ جنة الخلد محدش يخشها قبل إيه؟ قبل يوم القيامة. فكيف دخل سيدنا آدم؟ دخل إبليس هذه الجنة. وقالوا لأن جنة الخلد دار ثواب وجزاء، وليست دار تكليف وأمر ونهي، ودار سلامة من الآفات والخوف، وليست دار ابتلاء ومحن، وهي دار قرار كما قال الله ما هم منها بمخرجين، وليست دار انتقال. وآدم وحواء وإبليس انتقلوا منه، لكن العلماء أهل السنة قالوا لهم، قالوا إن جنة الخلد، قالوا إنها جنة الخلد، وإن الدخول العار غير الدائم، قد يقع قبل يوم القيامة، يعني دخول سيدنا آدم هذا دخول عار، يعني لأمر قضاء الله تعالى أدخل فيه، أمر سيدنا آدم سبحانه أن يسكن الجنة، ورتب على ذلك فتنة إبليس لهم حتى يخرجهم من الجنة. فحدث ما حدث، وقاس الرحمن لهما لبن الواصلين فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما. فهذا دخول عار، دخول عار لأمر قضاه الله تعالى حتى يحصل ما يحصل بين جبهة الخير وجبهة الشر، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل هذه الجنة ليلة الإسراء ثم خرج منه صلى الله عليه وسلم، دخلها عليه الصلاة والسلام وتمشى فيها ورأى قصرا لسيدنا عمر فيها تتوضأ الجارية أمامه، لما سأل عنه لمن هذا القصر؟ قال لرجل من قريش، فقلت أنا من قريش. ثم قيل لي هذا لعمر، قال فأردت أن أدخله فتذكرت غيرتك يا عمر، يخاف سيدنا عمر، فتذكرت غيرتك، قال أو عليك أقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع فيها خشخشة سيدنا بلال، نعم سيدنا بلال، أو دخن عليه كما ورد في ألفاظ الله في الحديث. يبقى إذا هذه الجنة الخلد دخلها صلى الله عليه وسلم وخرج، يبقى ده دخول إيه؟ عالم، وليس دخول الدائم. سيدنا إدريس قبل، السماء الرابعة مكتوب في كتاب إدريس. أيوه رفعناه مكان عالي. لا ده في السماء الرابعة. وأخبر صلى الله عليه وسلم بما في الجنة. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أعدها الله تعالى لمن ألان الكلام وأفشى السلام وصلى إليه والناس جميعا. هذا وصف من الجنة التي دخلها
وبأن ما ذكره رد العلماء، بأن ما ذكره أهل الرأي الثاني اللي يقولوا في السماء السابعة، من أن الجنة لا يوجد فيها ما وجده آدم من الحزن والنصب والتعب وانكشاف عورته ومحاولة تغطيتها بورق الجنة، إنما هو إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة. يعني قوله تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قال هذا وصف للمؤمنين وهم فيها يوم القيامة. أما الدخول العار فلا ينطبق عليه هذا الوصف، فإن نفي ذلك مقرون بدخول المؤمنين إياه. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يقول الزرقاني: ليس الرأيان متساويين، فقد قال القرطبي: هي جنة الخلد ولا التفات إلى ما ذهب إليه المعتزلة والقدرية من أنها جنة دنيوية في عدن، وذكر أدلتهم وردها بما يقول. ورجح الرماني في تفسيره أنها جنة الخلد أيضا، وقال: وقول الحسن وسيدنا عمر وواصل ابن عطاء وعليه أهل التفسير، جمهور المفسرين على ذلك. يعني هذه المسألة برضه من ضمن المسائل التي يعني ليست ذات أهمية يعني في العقيدة. مهم أن نعتقد أن سيدنا آدم يعني دخل الجنة وخرج منها، لكن هل هذه الجنة في الأرض أو في السماء السابعة؟ هذا لا يعني في شيء. المهم أنها هي جنة الخلد وفقط، كما ذهب إليه جمهور العلماء. لكن الذي يقول أنها ليست جنة الخلد هذا كلام العقلانيين الذين يعني يعملون العقل في الأمور العقلية. الأمور العقلية لا دخل العقل فيه. على بالك يعني برضو يعني من ضمن الأشياء التي يعني فضيلة الشيخ الشعراوي يعني أخطأ فيها هو الوطن، لأنه برضو مرجح رأي الإيه؟ المعتزلة، لكن هو مخطئ فيها. كلام موجود يعني. ده جمهور المفسرين وجمهور أهل السنة. فليه يعني يميل للعقلانية في هذه المسألة؟ هذه مسألة يعني أدلة أهل السنة فيها أقوى من أدلة المعتزلة بكثير يعني. بكثير. بدليل محاجة الكفاح محاجة سيدنا آدم بس. يعني سكت سيدنا موسى، سيدنا آدم حد مبدأ هذا أمر قدره الله فسكت. وهل مثلا الخروج من جنة الدنيا ده يعتبر شيء يلام عليه الإنسان؟ يعني كل إنسان كان في جنة في ربوة عالية ونزل منها إلى الأرض، هي دي مشكلة؟ لا يلام عليه الإنسان. يعني عشان لو واحد سمع خبر ما ينخدعش بيه، يقول لك ده فضيلة الشكاية، لا معلش. إنما الشافعي كان يقول: لكل عالم فتوى، ولكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة، وكل أحد يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب الروح الشريف صلى الله عليه وسلم. يعني هو مش معصوم،
الراجل العالم وعلى عينه الراس الذكي مفتوح عليه، لكن في سقطات يسقط فيها الانسان من حيث لا شيء. يحاول يعني ينصر العقل شويه، ما تنصرش العقل على النص. النصوص نصوص القران تدل على انها جنه الخلد، ده بدليل كلام ابليس نفسه. هل هتدلك على شجره الخلد وممكن؟ لا. يعني بدل ما كان يسبب في الجنه كان سبب في اخراج هذا جلب الصور. ولذلك كان فدلهم عليه بهروب، يعني بخداع نزل وراه وبعد كان نشأ.
السؤال الذي بعده يتعلق برضه بسؤال سيدنا آدم، ما معنى الخلافة التي وصف الله بها سيدنا آدم عليه السلام ووصف بها الحكام؟ يقول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. جاء في تفسير القرطبي أن آدم عليه السلام خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره، لأنه أول رسول في الأرض إلى أولاده. ومن هذه الآية كانت مشروعية نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، كما قال الإمام القطب. يعني معنى خليفة يعني يحكم بحكم وينفذ أوامره. سبب من الأسباب، زي ما ربنا خلق الأرزاق، ولكن جعل أرزاق الخلق تصل إليهم عن طريق التسبب. تلاقي كل واحد يأتيه الرزق عن طريق فلان، واحد عن طريق فلان، واحد عن طريق فلان، وخالق الجميع هو الله. زي ما قال الشيخ: وقد خلق الله الأمور جميعها وأسبابها، والكل خلق بحكمة. فكذلك الأوامر والنواهي، يعني خلقها الله وأمر بها الله سبحانه وتعالى، والحاكم هو السبب الذي ينفذ هذه الأوامر. سيدنا عثمان رضي الله تعالى عن سيدنا عثمان بن عفان قال: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ومعنى يزع أي يقود، يقود بالسلطان ما لا يقود بالقرآن، يعني ينفذ حكمه وأمره بالسلطان والقرآن وحده لا قد لا يقود المسلم. يعني القاتل مثلا إذا لم يقتله الحاكم قصاصا يقتله القرآن؟ لا، يجيب الحاكم ويقيم عليه الحد. شوف، هذا معنى ان الله يزع السلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني يقود به وينفذ به امره. الذي لا يعمل بالقرآن من تلقاء نفسه الحاكم يقهره على ذلك، لازم ينفذ. ازاي؟ ولذلك يعني جاء القضاء، فالقاضي يأمر وهناك جهة تنفيذية تنفذ الأمر. أقيموا عليه حد القتل، أقيموا عليه حد الشرب، أقيموا عليه حد السرقة، وهكذا. لذلك سيدنا عمر لما جاء يقطع عليه سهل بن الصراط قال له يحتج عليه بالقضاء والقدر، يقول إن الله قدر علي أن أسرق. فقال له سيدنا عمر: إن الذي قدر عليك السرقة أمرني أن أقطع يدك. شوف ذكاء سيدنا عمر، طبعا محدث ومرهق. ها، إن الذي قدر عليك السرقة أمرني أن أقطع يدك. عبد الوهاب يقول لي يعني، وقال: وكل شيء عنده مقدار. وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. يبقى لازم تاخذ حقك. وبعدين برضه: ولا يظلم ربك احد، يعني الذي تقطع يده مغفور له. يبقى لما تنقطع حين احسن ولا لما يتكون النار يوم القيامه احسن؟
لكن هنا فمن أصاب ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة رحمة برضه رحمة يعني إيش عذاب لا هي هذه رحمة ولو شاف طرف من النار المعدل للسالم أو العاصي يقول لا اقطع الاثنين مش واحد وما يدخلش دي الشخص اللي من صدقت بقدر الله. اي طبعا. اي. انه هو من الادب يعني الا ينسب يعني الشر الى الله. يعني ينسب الشر لنفسه. يقول انا صدقت. لذلك سيدنا معز الاسلمي لما وقع منه الزنا قال يا رسول الله أصبت حدا فأقيم عليه. شفت ازاي؟ يعني تعديت حدا بحمد الله. أصبت حدا شوف الأدب أدب صحابي فأقيمه عليه. ولذلك يعني قال في شأنه لقد تاب توبة لو قسمت على أهل بلد على أهل بلد لسعدت. وقال في الغامدية برضه لما رجل قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبيل أهل المدينة لوسعها. مش واحد لا لو قسمت على 70 بيت من أهل المدينة. سيدنا معاذ لو قسمت بين أهل البلد لوسعها. فهذه رحمة من الله. لكن الملحدين الذين يقولون الاحكام اللي هي فيها حد زي قطع السلف ورد الزين وكذا يقولون انها ايه؟ امور فيها قسوه فيها وحشيه. لا لو كشف عنك الحجاب وشفت العذاب الاليم المعد في الاخره تعرف ان دي رحمه الرحمات رحمه الرحمات بدليل بشارة النبي عليه الصلاة والسلام لمن قيم عليه وقد يطلق اسم الخليفة على من يخلف غيره من الحكام والولاة بعد موته لأن الحاكم يبقى إيه؟ نائب عنه أو خليفة أو بعد زوال حكمه وولايته أو يخلفه عند غيابه كالنائب عنه أو الوكيل ومن الأول الخلفاء الراشدون والأمة الإسلامية التي قال الله بشأنها وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ومن الثاني نيابة سيدنا هارون عن سيدنا موسى عند ذهابه للميقات. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي يعني قم وقام. بالنسبة للدعوة إلى الله والإرشاد. وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. دي نيابة. وقوله تعالى: يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فيحتمل أن يكون معناه خليفة لتنفيذ أحكام الله كسيدنا آدم عليه السلام. لم درسوا درسوا أو خليفة جاء بعد خلفاء سابقين. يقول الأصفهاني رأى الأصفهاني في المفردات والخلافة النيابة عن الغيب. الخلافة النيابة عن الغيب إما لغيبة المنوب عنه وإما لموته
وإما لعرفه وإما لتشريف المستخلف. فالذي يقوم مقام أحد من الحكام مثلا مات أو عجز أو غار لا يقال له نائب أو خليفة، أو لتشريف المستخلف زي يعني استخلاف سيدنا موسى وسيدنا هارون، ده استخلاف للتشريف. وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض، وهو الذي جعلهم خلائف الأرض، والخلائف جمع خليفة. وبهذه المناسبة يقول الإمام النووي في كتاب الأذكار: ينبغي ألا يقال للقائم بأمر المسلمين خليفة الله، بل يقال الخليفة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين، ولا يقال خليفة الله، ولا يسمى أحد خليفة الله بعد سيدنا آدم وداود عليهما الصلاة والسلام، لأنه يعني القرآن قال: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني بذلك سيدنا آدم عليه السلام. وقال سيدنا داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فما قال الله له ذلك يقال له خليفة، لكن باقي الحكام قال عنهم الخلفاء أو الخليفة كالمفرد الخليفة، أو أمير المؤمنين، أو الرئيس كما نطلق عليه الآن. ولذلك ورد أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه وقال له: يا خليفة الله. قال له: أنا خليفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا راض بذلك. تقول: أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرضى إيه أن يقال له خليفة خليفة. قال الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية: إن الإمام سمي خليفة لأنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. لا يجوز أن يقال للحاكم يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقال إلا للعدل، إلا للعدل حتى لا يكون الإنسان كذاب. نعم. ها؟ لما واحد جاء أو يحكم بغير ما أنزل الله تقول له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه مداهنة وكذب وافتراء. لما هذه لا تقال إلا للإيه؟ للخليفة الراشد الذي أرشده الله تعالى في الحكم وأخذ بناصيته إلى الحق. أما الجائر الذي انحرف عن جادة الطريق فليس أهلا أن يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا أسأنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا. أما على الإطلاق يقال الخليفة فقط، الخليفة. ولا يقال يا خليفة الله، لأن يعني العلماء جمهور العلماء قالوا: من قال لأحد من الخلفاء يا خليفة الله قالوا إن هذا من الفتور، إن هذا من الفتور. ليه؟ لأنه سواه بالأنبياء والمرسلين ولا يصح، خاصة في عصرنا لا يصح أن يقال خليفة الله ولا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يقال الرئيس أو الأمير فقط، لأنه أمر نفسه على الناس وفقط. أو الطاعن. نعم. أو الطاعن. لا،
بعيد الوقت الراعي الجماعة لا يعني كلمة الراعي كلمة كبيرة كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعي فالإمام راعي إنما يعني جعله يعني أعطاه وصفة الرعاية يعني المفترض وهو مسؤول عن رعيته يعني مسؤول امام الله كما قال سيدنا عمر لو عثرت دابه على شط الفرات في العراق لسئلت امام الله لم لم اصلح لها الطريق لسئلت امام الله لم لم اصلح لها الطريق وهذه مسؤوليه ضخمه ده بيبين يعني مدى دقه مسؤوليه الله حتى انه سيسال عن يعني عن عثرة الدابة لما لم يصلح لها الطريق يعني لازم الطريق تكون متساوية حتى لا تعثر الدابة وتقع بحجها وتنكسر ولما مر كده على امرأة في خيمة وسألها كيف حال عمر فيكم قالت انه لا يعطينا كذا ولا يعطينا كذا واخذت تشكو اليه قال لها وكيف يعلم به عمر وأنت في هذه الخيمة الصغيرة في هذا المكان الذي لا أنيس فيه قالت له عجبت في المرأة عجبت لمن ولي أمر المسلمين ولم يعلم ما بين مشرقها ومغربها شوف المرأة العربية عارفة مسؤولية الحاكم كيف يعني إذا معرفتش أنت لابد أن ترسل عيونا لك تنقل لك ما يحدث في الأم لك يعني أنت تجتهد على قدر استطاعتك وكان كذلك القناعة مش كان يخرج بالليل ويتسبع وهو ماشي وبعد ذلك له عن عيون في بلاد أخرى تنقل إليه أخبار البلاد هكذا كان رضي الله عنه ولذلك لما قالوا له أوصي الستة أصحاب الشورى أوصي من ابنك عبد الله أن يكون منهم قال لا يكفي من آل الخطاب أن يكون واحد منهم مسؤول عن أمة رسول الله لسه هنجيب واحد ثاني يكفي يكفي واحد بس من آل الخطاب إن هو يعني يستشار لكن لا تولك الله ناس يعني تقدر المسؤولية حق قدرها ما رضيش يجمع بين طعامين زيد وخل ما دام المسلمون لم يجمعوا بينهم بطن تقرقر من الايه؟ من الزيت، يقول لك قرقر لي او لا تقرقر. ها؟ يعني لن اجمع لك بين طعامين. هذا هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الراعي، هذا هو امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. ولذلك اكثر حكام المسلمين الان يمنعون دراسة سيرة الخلفاء الراشدين في المدارس والمعاهد حتى لا تحصل مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء عشان تحدث الثورة عشان ما ياكلوش زيت زي نعم يعني الآن وسع الله على المسلم وسع الله على الحمد لله لكن هو بقي شيء واحد وهو إقامة شرع هدى الباقي. الحكم الحمد لله يعني أمور الصحابة والفقر والقحط والجوع يعني لا يوجد منها شيء. يعني لا من قريب ولا من بعيد إطلاقا. الصحابة كان الواحد لا يوجد إلا
لا يكون الحساب المحرم. لا. يعني أشد الناس مقرا. تفتح دلاله تلقى عنده إيه؟ خمسة ستة. خمسة ستة صيفا وخمسة ستة شتاء. أولم يكن ثوبا؟ لما سألوه عن الصلاة في الثوب الواحد بل أولم يكن ثوبا؟ صلى الله عليه وسلم. فلا مقارنة يعني بين أحوالنا وأحوالهم. لكن المطلوب هو ايه؟ إقامة شرع الله وخلافة الله في الأرض كل في نفسه. لأن الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راعٍ عما استرعى حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل البيت. قسمه فالإمام راعي المرأة راعية في البيت في بيت ربيع وفي مسؤولة راعية نعم أي والخادم راعي نفسه ومسؤول كلكم راعي وكلكم مسؤول على حسب اتساق الدائرة وضيقها الدوائر كل واحد ودائرة يعني ما أكثر طبعا مجموعة البداية من الإيمان تسلى الرجل تسلى الرجل تسلى المرأة والإيه؟ والخادم وقس على هذا كل من ولاه الله تعالى ولاية بعد ذلك خلفاء الإيه؟ بالإيمان في الماسك المحافظة ماسك المركز ماسك القرية يعني دوائر مصغرة تروح بعد كده العميل الناظر المدير رئيس مجلس الإدارة كل واحد له دائرة هو يعني برضه مسؤول أمام الله عنها لأنها تعتبر إيه؟ رعية يعني اللي خلى المرأة جعل أولادنا رعية وجعل الرجل راعي لأهله جعل الخادم أصلح للخادم لأنه ده مسؤول عن مال سيده لأنه جاي بشؤون مسؤول عن هذا المال هل يضعه في موضع أو في غير موضع أنت لو نظرت للأوامر الشرعية تجد أكثر من 90% مسؤول عنها الأفراد الأفراد لكن أنت لو جبت الحجاز اللي مسؤول عنها الحاكم عن تطبيقها على وجه العموم تجدها أمور قليلة وبسيطة مش كثيرة يعني 10% من الأوامر بعض الناس يرمي التبعة على الحكام لا يعني التبعة أكثرها على الأفراد قبل ولو أقاموا شرع الله في أنفسهم لولى الله عليهم خيارا لا شك في هذا الورد في الحديث كما تكون يولى عليهم كما تكون يولى عليه ليه؟ لأنه لما كل واحد يقيم شرع الله في نفسه لا شك أنه يخرج أناسا أذكياء سوف يتدرجون في المناصب حتى يصلوا إلى هذا المكان شاء الناس أن أروا محدش يقدر يوقف هذه المسيرة أبدا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يفهم فعفو ولو رتحت لغتر أيوه كلام سيدنا عبد الرحمن بن عوف أو سيدنا عبيد بن الجراح سيدنا عوف أن سيدنا عبيد كان قائد الجيش
واحد من الرعية فتح الطلب من الفارس أدى إليه علبة فيها مرصعة مرصوص فيها دواهم وكآبة من كنوز كسرى وودها لسيدنا عمر في المدينة فقال له يعني إن قوما أدوا إليك هذا لهم هنا واحد جندي فقير مسكين يجيب علبة فيها جواهر ولا آلة كنوز كسرى فغش نفسه يبقى أمين الأمناء فقال له لا يا أمير المؤمنين شوف لا يا أمير المؤمنين سيدنا عمر قال له إيه عففت فعفو ولو رتعت لرتع Gracias.